حاسي بشنو؟ ايش هذا الله ضغوطات ضغوطات ضغوطات. لا كان بيتكلموا بيرندق. والله نفسي هذه تعبانه شديد. السبب؟ والله انا نفسي هذه مربوطه مع البلد دي. البلد دي ما دام هي تعبانه نفسي هذه معاك كده. عرب التقلع مني؟ القلع منو؟ ابوي. ليه؟ بفحط. وما هو حيكون خايف عليك صح؟ لا انا هو خايف على نفسك. أتعرف عليك؟ مصعب نجم الدين. أستاذ مصعب، اللغة اللي كانت سادة غير اللغة العربية زمان شنو؟ وين؟ في العالم عموما قبل ما تنزل اللغة العربية أو ينزل القرآن الكريم، اللغة اللي كانت سايدة شنو؟ والله كانت اللغات متعددة. زي؟ مثلا كانت في اللغة العبرية واللغة السنسكريتية القديمة في الهند واللغة البابلية في العراق. أصلا اللغة دي في البداية لو من بدت ما كان في لغة أصلا، كانت لغة تصويرية، الناس بيتخاطب بالرموز بس لغة رمزية، زي كانت في الهند القديمة وزي كانت في الصين. يعني مثلا بيرسموا لك الحاجة لو داير بعلامات بيرسموا لك النهر، لو داير نهر بيرسموا لك، لو داير مثلا شمس حيرسموها لك كده، ما في كلمات. لحد ما شوي شوي كل مرة تطورت الحاجات، تطورت اللغة كده لحد ما جات الحروف، لحد ما جات الأبجدية، وصلنا لحد اليوم وصلت العربية. شكرا لك، يعطيك العافية. والله تسلم. تعرف عليك؟ قصي حسن أحمد. قصي، اللغة اللي كانت سايدة غير اللغة العربية شو؟ اللغة اللي كانت سايدة قبل ما تنزل اللغة العربية أو تجينا اللغة العربية، قبل ما تنزل كانوا بيتكلموا كيف؟ لا كان بيتكلموا بيرندق. بيرندق؟ هاي هالزمن ذاك. هل هي بالإشارات ولا كلمات ولا؟ والله هي كم لغة؟ زي؟ حق الشباب ولا حق الناس عجائز ولا كيف؟ قبل ما تيجي اللغة العربية أنا بتكلم لك في العصور القديمة. العصور القديمة ما حكاية شباب ولا هاي؟ لا أنت ما تقولي كده. أيوة تعالي تمام. الإغريقية تقريبا. أيوة الإغريقية وشو؟ الله تاني هم كتار. زي؟ إغريقية واحدة تاني ما في خيارات؟ ما حكاية خيارات، لكن أنت عارف يا توم في الإغريقية تاني عندنا شو؟ في إنه بيتكلموا بصور تصويرية. في تصويرية برضو هاي. الله يكم لغات. في يعني على مر العصور كان بيختلف لغاية ما وصلتنا الحروف الأبجدية. الله أنا لحد الآن غاية المعلومة اللي عندي أنا بس هي اللغة الإغريقية دي بس. الله يعافيك. اللي جاوب دي مش صحيحة، ما في جائزة ولا حاجة. كيف الكلام؟ أتعرف عليك؟ بومبون. بومبون الفترة دي حس بش ايه جالك ويزينيك. عارف انت الزغيل؟ بعرف. اتخيل حدي؟ لا. خفتي؟ لا. الساعة كم؟ انت عايز الساعة كم؟ الساعة كم؟ الساعة 6:30. بتغيد وين؟ قلبي. ساعة ولا قلبي؟ الساعة دي كحلية؟ انت شايف لوني شنو؟ انت هلالابية؟ المريخابية. والهلال شنو؟ جاتني هدية من الله. الله بدي الجنة. الجنة فيها منو؟ السيل ده عمي. فيها شيء تكسها ربنا يرحمه إن شاء الله حبيبي. كل شهداء. بعد خشي انت جاي تقول لي شنو؟ أنا داري أسألك. أصبر. كده جاي تقول لي شنو؟ أصبر. انت جاي نحوش ليه ليلة عشان نسألك. أجاب قول لنا منو؟ الله. دفروا قلنا سجاصة. أصبر أنا؟ أصبر إيش عايزك؟ أصبر إيتي؟ أصبر إيتي؟ تحيتك من وشي خايفا؟ ها صبرت يا إخواني؟ يا إخواني ما تحلوني الليل أنا ما أفهم الليل 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 ها أصبر ها ولا كلمة أنا حاسة لك ولا كلمة كلام ده لك ها يلا حاسي بشنو؟ ايش هذا الله ضغوطات ضغوطات ضغوطات. مين شنو بالضبط؟ انا اي حاجة. زي شو؟ يا حبيبتي خلتني يا اخي. كيف حالك؟ اللي خلتك؟ ابيض اشتري لها باقومبا. تعال تعال. ابيض اشتري. شرتك مفيديني ولا هنا؟ انت ليه ما اشتريت لها؟ يا اخي القروش انا دايرة. حق الباقومبا انت ما عندك؟ اجيبها النيمة. نيمة شنو؟ انا ما فهمتها. ما بوريك. ما بقدر. طيب اسمع. اصبر
الضغوطات ثاني مره بس غير اني حبيت قلتك عربيه عربيتك العامني القلعة منو ابوي ليه بفحط وما هو حيكون خايف عليك صح لا لا هو خايف على نزادك حصلت حد وين حد البحر تعرف البحر بعرف البحر تعرف جبرة برا النصارى بعرفها يا جبرة انت من وين انت دايرناكم من وين قلبي يا قوادي ها انت خليت فيها هوا تصبر طيب تاني طيب الضغوطات انت حاسبها قلت انت غير الضغوطات دي ما في موضوع تعال تعال نسلم عليك غير الضغوطات دي حاسبها حاسس انه حرتبط قريب حترتبط قريب بيبي تلبس زعق عليه تعال تعال اقف اصبر قفت انت عارف انا منو انا ود الزلط اوكي ود الزلط ود الزلط ربيع طه سرق الاسم مني انا انا ود الزلط جاي يا اخوان ربيع طه هذا سرق الاسم مني وجلواك ده انا سميته انت سميت جلواك جلواك انا ما سميتك اهو تعال تاني طيب اخترحت شنو انت ذكرت لنا شنو في البلد شفتي الاغنيه بتاعت كملت بيك انا نص ديني اها انا داير اغني عليك قصي ها تعالي خلاص انت بدي كلها مشاكلك في الحياه دي كلها دي مشكله جديده اللي هي شو واقفه قدامي اتعرف عليك طلال عبد الوهاب جامعة الرباط طيب طلال الفترة دي مر بشنو أو حاسس بشنو نفسيا أنت والله نفسياتي تعبانة شديد السبب والله أنا نفسياتي مربوطة مع البلد دي البلد دي مادامي تعبانة نفسياتي معاك كده واحد نفسياتي تعبانة شديد لدرجة لكن متأزم أكتر حاجة من شنو جواك متأزم من شنو والله أكتر شيء متأزم من المظاهرات الكثيرة دي التكفيل التكفيل ده والله ده أكتر شيء أنا متأزم منه وغايته غير كده ده ثاني ماشي أنا متأزم منه لكن الحمد لله ماشيين أمورنا ماشية وواضحة الحمد لله نحمد الله كثير ربنا يصلح الحال اللهم آمين اللهم آمين حياة شكرا لك جدا تسلمي كثير تسلمي كثير